من أخوك الغالي رد الشاعر شباب ابن دوخي الرياحي البقمي على ابن عمه مهل ابن مسعد الرياحي البقمي البارح العصر حطيت ارفع عدوني أداء صوت نجد والحجاز. البارح يا مهل ما نمت عيوني تكفى يا ابن عمي اللي تحتمل هيا جرحت قلبي وراق الدمع في عيوني ذكرت جدي وابوي وفيصل العيا عديت راس ارفع وازدادت حزوني وحولت من ما غير افرك يدي وتقول شباب وين اللي يحبوني راح ولا باقي العدودهم حيا يا كثر ناس انت مروا ليل الدوني ما منهم اللي يلد بنظرة فيا تكفوني في حب ربي لا تلوموني احبهم حب وقبري قرا العيا ولا بد من يوم ارحلتك في ضعوني والحق بني عمي اللي تنطح الهيا البارح يا مهل ما نمت عيوني تكفى يا ابن عمي اللي تحتمل هيا جرحت قلبي وراق الدمع في عيوني ذكرت جدي وابوي وفيصل العيا عديت راس ارفع وازدادت حزوني وحولت من ما غير افرك يدي وتقول شباب وين اللي يحبوني راح ولا باقي العدودهم حيا يا كثر ناس انت مروا ليل الدوني ما منهم اللي يلد بنظرة فيا تكفر